إذا للحديث عن الانتهاكات في السجون الحكومية وعن إهمال طبي متعمد بحق المعتقلين تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة السلام عليكم. يعني كما استمعتي وفاة معتقل شاب في سجن الناصرية، من الناحية الحقوقية ماذا يعني استمرار حالات الوفاة في السجون الحكومية؟ هل هي حالات عابرة أم ظاهرة مستمرة دكتورة؟ السلام عليكم ورحمة عليكم الله وبركاته. السلام وحي ورحمة الله. حي مشاهديكم الكرام. الحقيقة حالات الوفاة المتكررة في السجون الحكومة العراقية تؤكد أن ما يحدث في هذه السجون هو عملية قتل ممنهجة للسجناء. لم تعد هذه الحالات هي مجرد حالات فردية، والحقيقة الكثير من الناشطين الحقوقيين المنظمات الحقوقية أصبح لديهم يقين تام بأن هذه هناك عملية مستمرة لانتهاك حقوق السجناء وتعريضهم لشتى وصنوف وأنواع التعذيب التي تسبب في كثير من الأحيان بوفاة المعتقلين أو حتى عن طريق الإهمال الطبي الذي بالتالي يؤدي أيضا إلى حالات موت للمعتقلين، إضافة إلى الظروف التي كما هي أصبحت معروفة ظروف السجون العراقية، حالات الاكتظاظ، الإهمال المتعمد، حالات الإرهاب التي يتعرض لها هؤلاء المسجونين وبالتالي تسبب في حالات الوفاة. دكتورة فاطمة، يعني هناك من يتساءل لماذا هذا الإهمال الطبي للمعتقلين داخل السجون؟ البعض فسرها بأنها عقوبة جماعية، هل تتفقين مع ذلك؟ نعم بالتأكيد، وإلا إذا كان هناك فعلا إهمال طبي فلماذا أولا يستمر هذا الإهمال؟ ولماذا هذه المشكلة لا زالت مستمرة ولم تجد طريق للحل؟ مع العلم أن الكثير من المنظمات والكثير من التقارير نادت بضرورة يعني إيجاد حل مثل هذه هذا الإهمال الطبي عن طريق توفير شروط أفضل في المراكز الاحتجاز والسجون، عن طريق توفير العناية والرعاية الطبية، عن طريق تقديم الفحص لهؤلاء خاصة الذين من المعتقلين أو المسجونين الذين يعني يدعون أن لهم تعرضوا إلى التعذيب ويتم إهمال هذه الشكاوى، مما يتسبب في وصول المعتقل أو المسجون إلى حالة. ولكن دكتورة، ولكن مفوضية حقوق الإنسان في العراق قدمت عدة تقارير حول أوضاع السجون الحكومية، لماذا لم نشهد أي تحسن؟ أي من يقف وراء هذه المأساة الحاصلة؟ أولا السجون العراقية يعني أصبحت بيد الميليشيات، ومعروف توجهات وأهداف هذه الميليشيات. لا يوجد سلطة للحكومة داخل السجون، السلطة هي بيد الأحزاب وبيد الميليشيات، ويستخدمون ورقة المساجين للضغط والاستغلالها من أجل تحقيق ما يعني مكاسب سياسية، مكاسب مالية غيرها. أصبحت يعني هذه السجون يعني مدفع للعصابات ومدفع أيضا لتغطية الحسابات بين الأحزاب والميليشيات، برغم يعني تقارير مفوضية حقوق الإنسان، تقارير أيضا التي تصدر عن المنظمات الدولية بأن عملية القتل للمسجونين بهذه الطريقة واستغلالهم بهذه الطريقة لا تزال مستمرة ولن تجد لها حل على يد هذه الحكومة أو من سبقتها من الحكومة. دكتورة، لكن أين بعثة الأمم المتحدة ينامي؟ يعني كما تعرفون بأن جنين بلاسخار تقوم بزيارة السياسيين، ما المانع بأن تلعب دورا ضاغطا في موضوع تحسين واقع السجون، طبعا وسط التقارير الكثيرة التي تتحدث عن وجود أبرياء داخل السجون؟ ينامي كما أصبح معروف الآن دورها هو واسطة وساعي بريد بين أقطاب العملية السياسية من أحزاب أو ميليشيات أو غيرها من المتنفعين والمتربعين على السلطة في الآن في العراق، وليست لها أي دور فاعل باتجاه يعني حلحلة هذا الموضوع أو إيجاد حلول له. على العكس من ذلك، يعني برغم أنها تعترف بأن هناك حالات من التعذيب وغيرها، ولكن هي لا تقدم
ولا تؤخر في هذا الموضوع. مجرد أن ترصد مثل هذه الانتهاكات وتقول في الأخير أن الحكومة عازمة على تغيير هذا الواقع أو أن لديها خطط أو غيرها من أجل يعني تنويم القضية وتنويم المسألة والدفع يعني بالرأي العام الدولي إلى أنه يعني هذه المشاكل سوف تزول وفي طريقها إلى الحل. دكتورة فاطمة، كما تعرفون يعني وزارة العدل الحالية تمنع الجهات الرقابية من زيارة السجون، لكن السؤال هو ما المطلوب حاليا أمام واقع السجون الحكومية؟ كما تفضلت يعني زيارة السجون يعني ممنوعة على أي شخص، وحتى لو توقعنا أن هناك زيارة سوف يقوم بها أي شخص فنحن بيننا الناشطون الحقوقيين والمعنيين بهذا الموضوع من المنظمات الدولية نعرف أنهم سوف يقومون بالطلاء هناك وتنظيف بعض الزنازين وشد يعني المنظمات إلى أين يمكنهم أن يزور، وبالتالي تبدو الصورة أنها يعني هذه السجون هي فنادق 5 نجوم. ولكن هذا في الحقيقة ليس هو الواقع كما نعرفه جيدا، ولذلك في مثل هذه الظروف هناك للعراقيين طريقين لا ثالث لهم. أولا هو الاستمرار بالتوثيق لما يحدث في للمعتقلين والسجون عن طريق ذويهم، عن طريق أقاربهم، عن طريق أبنائهم، عن طريق أصدقائهم، أي شخص يستطيع أن يوثق أن يصل أي معلومة أصبحت الآن مهمة، خاصة وأن هناك الآن ما يشبه التحالف بين المنظمات الحقوقية من أجل الدفع بهذا الموضوع والاتجاه به نحو يعني ما يصب فيه مصلحة العراق، ولذلك نحن بحاجة الآن إلى عملية توثيق. إضافة إلى ذلك فالحل هو أصلا بيد الشعب العراقي عن تغيير ما هو فيه الآن من واقع مزري ومأساوي سواء في للعراقيين خارج السجون أو داخل المعتقلات، بإيجاد حكومة إنقاذ وطني تستطيع أن يعني تسير بالعراق نحو تحسين حالة الحقوق، أن يستمر الوضع على ما هو عليه. من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لكم.